معكم رامي ماهر وهيدا تاني درس من دروس التصوير. خلونا نبلش. قبل ما نتعرف على رونان إس وقطعه، خلونا نرجع بالتاريخ شوي ونشوف إمتى كانت بداية اختراع الآلات يلي بتمنع اهتزاز الكاميرا. سنة 1975 قدم لنا الأمريكي جاريت براون أول ستاديكام. قبل كان المخرج إذا بده يحرك الكاميرا أو بده يحط الكاميرا على دولي، أما الكاميرامان بده يحمل الكاميرا بإيده. بس أجت الستاديكام أعطت حركة الكاميرا بعد آخر. أول استعمال للستاديكام كان بفيلم باوند أوف جلوري بكم لقطة بس. حركة الكاميرا بهيدا الفيلم رشحت مدير التصوير هاسكيل ويكسلر أنه يربح الأوسكار. أول استعمال فعلي للستاديكام كان بفيلم روكي سنة 76، من بعدها رائعة كوبريك The Shining سنة 80. وهلأ خلونا نرجع للرونن. فكرة الرونن الأساسية هي بالجيمبل. وكيف اكتشفوا الجيمبل؟ اكتشفوا الجيمبل عن طريق راس الدجاجة، لأنه اكتشفوا أن الدجاجة قد ما تحرك بجسمها بضل راسها ثابت بمحله. كيف؟ عن طريق عدة مفاصل موجودة برقبتها، وهيدا الشيء بحافظ أنه راسها يضل ثابت بمحله مهما تحرك جسمها. خلونا هلأ نتعرف على مكونات الرونن إس. الرونن إس تجي بقلب شنطة معمولة من فوم مثل ما شفنا قبل بالفانتوم والإنسباير. كل قطعة إلى محلها الخاص، بس انتبه لازم تفك كل العزقات لتركب القطع بمحلها، يعني دايما رح تخسر البالانس اللي عملته. هيدي البطارية يلي بتضاين 12 ساعة، وهون عنا الترايبود يلي بيخلينا نثبت الرونن على الأرض. هيدا الجيمبل وهيدا البليت. الموتورز تعول الرونن بيقدر يحملوا لحد 3.6 كيلوغرام. هيدا الشيء بيعني انه فينا نحمل حتى C200 وC300، بس انا ما بحبز لانه هيدا الشيء ممكن يتعب الموتورات. افضل كاميرا هي DSLR مع وايد لينس. هيدا كرمال الفوكس. كيف بتشتغل؟ اول ما ندور الموتورات الرونن رح تخلي الكاميرا ثابته، رح تلحق حركه ايدي بدون ما تعمل اي اهتزاز. هي الفأسه رح تثبتها بمكانها. الرونن إلى 3 مودز رح نحكي عنهم بدروس مستقلة، وهيدي الفأسة إذا كبست عليها مرتين رح تنقلني للسيلفي مود. هون الجويستيك لنتحكم بالكاميرا، وهون الريكورد بوتون كرمال نبلش تسجيل ونوقف. الرونن إس ممكن نوصلها على موبايل أبليكيشن ونتحكم بكل شي فيها، وهيدا الموبايل أبليكيشن فيه خيارات رائعة رح نشوفهم بالدرس الثالث. بالدرس الجاي رح نتعلم كيف نعملها بالانس ونركبها ونكون جاهزين للتصوير. ومن هلأ لوقتها ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. باي.